السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين أينما كنتم. في هذا الشرح البسيط القصير راح نوريكم خالتي طريقة استلام بونيس تاع جيزي 5 جيجا و 500 دينار جزائري اللي كان في الأيام الماضية. يعني الميساج أنا وصلني في 26، يعني منذ يومين وصلني الميساج كما راكم تلاحظوا هنا في هذا البيس، وراح نجرب معكم على المباشر اسكو يوصلني البونيس او التعويض من شركة جيزي ولا ما يوصلنيش. نشوفوا على المباشر اسكو يوصل ولا ما يوصلش. يعني هو طلب منك تكتب رقم واحد، يعني تريبوندي لهم برقم واحد. انا لاحظت بانه العديد من الاشخاص ما وصلهمش البونيس او التعويض، فقررت نعمل شرح مباشر على الطريقة ونشوفوا اسكو يوصل ولا ما يوصلش. بسم الله على بركة الله، نكليك على رقم واحد ونضغط على ارسال. كما راكم تلاحظوا هنايا، الرسالة راحت على المباشر. استنوا بعض الثواني. حاجة الأولى خوتي، رحت لتطبيق جيزي، تأكدت من رصيد اسكو راح لي ولا ما راح ليش. تأكدت باللي صفر دينار، يعني ما راح حتى سنتيم من الرصيد انتهي. المهم خوتي، ها بلا ما يوصلني ميساج، راكم تشوفوا هنايا يا رام بحثوا لي رصيد انترنت بقيمة 5000 ميجا اوكتي، يعني 5 جيجا و50 دقيقة لكل الشبكات. انا مدوا لي في هذا العرض 50 دقيقة كما راكم تلاحظوا هنا، ماشي 50 دينار، يعني 500 دينار، يعني 50000 كما راكم تلاحظوا. ورصيد تاعي يبقى كما هو كما راكم تشوفوا هنا، ما تبدل فيه والو. المهم البونيس ما ظهرش في شريحة في تطبيق جيزي، وهنا في كي دير نجمة 710 ما مدوش المهلة، يعني 24 ساعة. مي واضحة، هما في شركة جيزي وضحت بلي صالحة ل 24 ساعة. المهم اخواتي، كان هذا شرح بسيط ومبسط لطريقة الاستفادة من رصيد التعويض لشركة جيزي. خاوتي ان شاء الله يكون استفدتوا من هذا الفيديو والشرح. ما تنسوش تدعمونا بلايك وجيم، خاوتي دعمونا لايك، اضغط على زر الجيم واشترك اذا ما كنتش مشترك، وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.